عايز اسجل. هيا باي. هاي انا اسمي نورهان. هاي خطرك تقولي هاي هلا سوا. هاي انا ريم. هاي انا ريم. تشرفنا مع زبدك مران. أنا ليم. أنا نورهان. ونحن اليوم قررنا نعمل واكتشفنا إنه ما لازم نعمل. المهم أنا ونورهان بالجامعة. أنا عم بدرس مسرح وأنا عم بدرس سينما. أوكي سو نحن حبينا نعمل هذا التشانل وكل شيء كرمال ما بعرف نشارككم بقصص نحن بتقطع علينا. عن جد عن جد we do a lot of crazy things again. قد ايه بنضيع على الطريق again. The food we eat. حوادث مشاكل بشرين عن السايقين. حبينا انه ما بعرف نشارككم قصص بتصير معنا بحياتنا، اشياء بنحب نحكي عنها as girls يعني، وحنكون كثير عادي واقعيين ومثل اي حدا. Yeah, we're not silly يعني. ايه we're not silly حتى لو we're talking English يعني ما بيأثر، مقطع كم كلمة English ما تفوت فيها من الفول انجلش بلاهم فبس هيك يعني حنحكي عن قصص بنحبها وبتحبوها وميك اب تياب فوتبول كثير قصص. لا 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 ذا لاست بارت. لا رح نحكي عن بوليتكس. فوتبول لا از بوليتكس yeah it's more important. بس اهم شيء رح نحكي عن الاكل. انا بنظري يمكن اكثر شيء رح يكون في بلوج هو المطاعم اللي مجربينها بلبنان. صح عن جد يعني ما بعرف نحن كل القرش بحس ناخده بحياتنا بروح على الاكل. مهم نورهان she's an actress. She's a good singer. She's like the best singer ever. عن جد. وراح اقضى عشان لو تغدى يعني which is impossible بس انه. اه اي ثينك كمان نحن وي ثينك انه هذا الشيء حلو لانه يعني مش كل الشيء بتشبه بعض يعني نحن اوكي كثير اصحاب بنشبه بعض بكثير قصص بس كمان عندنا different lives different like opinions انه she's a hijabi girl and feel threatened by her hijab وهيك يعني حيكون في university بس yeah I'm gonna show you dance moves. Oh, no, no, Baba said no dance moves. No dancing? That's Anna? Ah, okay. Okay, it's a feel. Yeah, yeah! I'm gonna dance with the dance squad. I'm gonna dance with the dance squad. Ah, okay. Anna? Riem. ريم شاركت بغنيه لدين سكوال اسمها كوفي جيرل اللي هن الباند بيعملوا هيك اغاني راب حلال ريميكس بس اي حلال يعني اوقات كانوا يعملوا كوفر لاغاني مثلا يو كان كول هيم ذا حلال بوي اوكي اتس اي كوفر لسونج ستار بوي فمره عملوا هيدي ذير فيرست ريل سونج اسمها كوفر جيرل وطلبوا من كل حدا هيك حجابي جيرل يعني تكون معروفه بهير كونتري انها تصور لهم هيك فيديوز ويحطوهم بهير فيديو كليب فريمو كانت من لبنان وصورت لهم قصص ويو كان واتش بعدين وير نورمال جيرلز قصدي مش كل البنات بالحياه يعني كانوا حلوين بلا ميك اب اتس اوكي تو بي نوت بيوتيفول بس انه وي جو اوت ويزاوت ميك اب ايه وي جو اوت افري داي ويزاوت ميك اب بس انه اتس اوكي تو بي بيتر ويز ميك اب That's what. So, mom, what we want to tell you is if you like the video, please press the like button. Or even if you don't like the video, please. Yeah, it's our first video. Okay. شجعونا. And put comments إذا عبالوا نعمل وقت next video. أي topic نحكي عنه. And subscribe the channel. Please, our friends, ما حنحكي، ما حنفوت فيها fans وهيك، لأنه we know هلا إحنا nobody don't have. بس our friend كثير بتحب السبورت قصة عن جد مش انه شو البنات العيوشين ما بعرف بس اللي بعرف فيهم ما تعمل هيك بليز هاز اور بيرنتس ار كمان اول اللي بعرف اي نو بس قصدي انه هن اللي اه ذا اونلي عن جد اوكي سو Like, comment, subscribe, and tell us what were your feedbacks. And we love you so much, so much, so much. بس انا اخذ